نروح ل اللي بيحصل بقى في اليورو واحداث اليورو وقصص اليورو مع روجيرو جوريرو نجم منتخب بولندا وفريق سيلتا فيجو وإيك أسينا السابق. يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. أنا مبسوط جدا إن أنا معاكم النهاردة، بشكركم جدا على الدعوة دي، وإحنا معاكم قلبا وقالبا من البرازيل. أكيد ببدأ سؤالي عن المنتخب البولندي، رأيك إيه فيما قدمه في اليورو؟ بص يعني الموضوع مش كلنا مش مبسوطين باللي بيحصل طبعا حاليا مع بولندا طبعا، واللي بيحصل الايام دي هو يعني شيء مؤسف وحزين طبعا مع اللي حصل مع فرنسا. طيب هسألك عن اليورو بشكل عام، البطوله حتى الان شايفها بطوله ممتعه ام لا؟ في بعض الفرق اللي هي كويسة جدا، وفي بعض الفرق اللي هي متوسطة، وفي فرق داخلة بس كده يعني الواحد مش حاسس بيها، هي أسماء كبيرة وللأسف احنا مش متوقعين ان هم كانوا هيلعبوا بالشكل ده يعني. طيب مين أكتر منتخب لفت نظرك حتى الآن؟ من وجهة نظري أسبانيا وألمانيا، أسبانيا وألمانيا جايين يعملوا ماتشات تمتع المشاهد وبتبقى ممتعة جدا في الملعب، لعيبة عارفة عايزة تعمل إيه، لعيبة نازلة عايزة تكسب. من وجهة نظري أحسن فرقتين ألمانيا وأسبانيا. هل من وجهة نظرك هما الآن المرشحان الأقرب للفوز بالبطولة؟ بص هو ألمانيا طبعا يعني عندها ميزة ان هي بتلعب بيعتبر في بيتها، فطبعا ده ممكن يبقى مرشح اكتر، ولكن الاربع فرق اللي انا شايف ان هم ممكن يشاركوا ايطاليا واسبانيا، بس انا شايف ان ألمانيا وهي اللي هتكسب يعني. هل في لاعبين بعينهم لفتوا نظرك في هذه البطولة؟ نوم جوجادور. الحقيقه في لعيبه كتير، ولكن انا مش عايز ان انا اسمي حد بالاسم يعني، بس بيبي وميمس ده اللي بيلعب في هولندا كويس جدا، لكن انا زي ما انا قلت في البدايه ان مش يعني الموضوع مش ممتع زي ما احنا كنا متخيلين، حتى اللعيبه الكبار مش بيقدموا بشكل كويس في الملعب ان الواحد ممكن حتى يقول اسمهم يعني. طيب من اليورو لكوبا امريكا، رايك ايه في بطوله كوبا امريكا حتى هذه اللحظه؟ حصل ان بدات امبارح في البرازيل ان في مشاكل حصلت امبارح، طبعا في مشاكل كبيره جدا حصلت بسبب ان برضو ضعف اللعب اللي حصل في كوستاريكا، الارجنتين تبعي الارجنتين كمان برضو نفس الكلام، هي الموضوع زي ما انا قلت لك في البدايه كريم ان الفرق حتى الكبيره يعني الموضوع الحظ مش محالفهم، بس انا شايف ان البرازيل وكوستاريكا يعني. روجير جوريرو نجم منتخب بولندا وفريق سيلتا فيجو وإيك أسينا السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء عبر زوم.